ومن بروكسي معنا للحديث عن التحقيق الدولي حول المتسبب بهذا الفيروس السيد سامر رمضان الإعلامي الفلسطيني. مرحبا بك معنا سيد سامر. أهلا بكم. ماذا يعني الحديث عن فتح تحقيق أولي حول أسباب انتشار فيروس كورونا؟ يعني بداية المساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. في الواقع عندما تصل معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى هذا الرقم الكبير، نحن أكثر من 5 ملايين إصابة وحوالي 300,000 حالة وفاة إلى جانب الإغلاقات والانهيارات الاقتصادية في كبرى الكيانات الاقتصادية في هذا العالم، وإلى وقبل هذا كله الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وقبل وأن اشتدت بعد حلول كورونا. هذا يعني بطبيعة الحال سنقترب من عملية تحقيق دولي، ومن المتوقع ان نشهد اكثر من ذلك. على اي حال، عمليا بدات اليوم اولى جلسات الحوار والاجتماعات الافتراضيه التي دعت لها الجمعيه العامه لمنظمه الصحه العالميه، والتي تستمر ليومين، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. ضمن مقترح دولي يساهم في دعمه الاتحاد الاوروبي وروسيا واستراليا وبريطانيا وعدد من الدول الاخرى دون الولايات المتحده ودون الصين ايضا. حتى اللحظة وما تم تداوله في وكالات الأنباء لم يتم الإشارة في مقررات مشروع القرار الدولي التي مشروع القرار الذي تم دعمه من الدول التي ذكرناها. لم يتم تحديد أو بناء اتهام ضد الصين، على الرغم من اشتعال الحملة الأمريكية إعلاميا وسياسيا، وهذه الحملة متواصلة بدءا من الرئيس ترامب وحتى مسؤولين ضد الصين، ومحاولة تعبئة الرأي العام العالمي في تحميل الصين المسؤولية الكاملة عن انتشار الوباء وما آلت إليه الأمور والظروف التي يعيشها العالم من موت وإغلاقات وانهيارات في الكيانات الاقتصادية الكبرى، ومنهم أمريكا بكل تأكيد. نعم، هل منظمة الصحة العالمية و الدعوة لتحقيق دولي يحمل إدانة للصين، أم أنه لمجرد البحث عن أسباب هذا الوباء وبالتالي محاولة إيجاد حل له؟ يعني في حقيقة الأمر الإدانة أو الاتهامات هنا متبادلة، ليست باتجاه واحد. الصين أيضا كانت قد اتهمت البيت الأبيض في مسؤولية انتشار الفيروس بشكل مقصود، واتهمته ايضا في ضرب القوى الاقتصاديه الصينيه وعرقلتها، وجاء ذلك على لسان الخارجيه الصينيه. الصين بدورها ردت اليوم على لسان رئيسها واعلن عن تأييد بلاده على فتح تحقيق حول وباء كورونا، ولكن برغبه صينيه بعد السيطره على اللقاح وليس قبل ذلك. هنا في اشاره ان جزء حقيقه من المعركه الاعلاميه والسياسيه والبيولوجيه ايضا باتت جزء منها يحتل مساحات مهمه من التحليل والتاويل، ولا لا يعلم احد مدى نهايته. في نفس الوقت يعني رفضت الصين كل هذه الاتهامات التي قالت انها قد تشوش على مسار رحلات البحث عن اللقاح، واكدت ايضا ان الصين انها ستدعم اي مراجعه او دراسه تقودها بشريطه ان تقودها وتصدرها منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، في حين تعهدت الصين أيضا اليوم بتقديم 2 مليار دولار في إطار أي خطة من شأنها مكافحة الفيروس عالميا، وذلك على مدار عامين متتاليين. نعم، لكن هل تعتقد أن الصين متعاونة فعلا مع منظمة الصحة العالمية من أجل يعني توفير بعض المعلومات الخاصة بهذا الفيروس؟ هذا نفس الاتهام الذي قد تبنته أمريكا في بداية الأمر، أن الصين ضللت منظمة الصحة العالمية، ولكن الصين تنفي في كل مرة وفي كل موقف لها على المستوى الداخلي والخارجي أنها يعني تتبنى المبدأ الشفاف، وأنها تتعاون مع الجميع من أجل الوصول للقاح ومن أجل الوصول لأصل هذا المرض. وهذه جزء من المناكفة الإعلامية والسياسية التي يعني تقدم عليها الصين في مواجهة الحرب الضروس التي تشنها أو التي يشنها البيت الأبيض على رأسهم ترامب ووزير خارجيته، التي لا يتوانى في كل موقف وفي كل تصريح أن يضرب بالرواية الصينية ويضحك بها من أجل تعبئة العالم ضد الموقف الصيني. طبعا هذا له
تفاصيل سياسية كثيرة. نعم، طيب من ضمن هذه التفاصيل السياسية، هل نستطيع أن نتكلم عن عالم جديد ما بعد هذه الجائحة؟ هل ستستطيع هذه الجائحة فعلا أن تنقلنا من واقع إلى واقع آخر فيما يتعلق بالدول المتحكمة في العالم؟ يعني من الصعب، ونحن لازلنا تحت تأثير فيروس كورونا صحيا واجتماعيا واقتصاديا، لن يكون سهلا التكهن لشكل العالم ما بعد كورونا، خاصة وأننا أصبحنا نسمع ونشاهد التقارير اليومية التي باتت تتحدث عن مرحلة تعايش طويلة تنتظرنا للحياة مع فيروس كورونا بكل تفاصيله وظروفه. يعني يبدو أن العالم يتجه لتقبل هذه الإجراءات الصحية وتطبيقات التباعد الاجتماعي وبنوع من التكيف وتحويله لشيء من الحياة الطبيعية، ولكننا عالميا يبدو أننا فعلا أمام ما يعرف بمصطلح إعادة تقسيم وتوزيع السلطة والقوة في العالم، ونحن نرى ونتابع يوميا حجم الحرب الباردة بمختلف أشكالها بين الصين والغرب، ليس فقط أمريكا ولكن تحديدا أمريكا التي تحاول بكل قوة الحفاظ على دورها في الهيمنة السياسية على العالم وخوفها من الدور الصيني أو العملاق الصيني كما يصدق في وكالات الأنباء، الذي بدأ وكأنه يقترب من قيادة العالم بعد نجاح الصين في دورها واحتوائها سريعا في كبح انتشار فيروس كورونا وتصدير نفسها كنموذج نجاح إقليميا ودوليا وعالميا في إدارة الأزمات، الأمر الذي لن يمهل الأمريكيين طويلا في الإقدام على أي فعل سياسي أو غير سياسي يؤمن مستقبلها ومكانتها بين كبار الدول كزعيمة وقائدة لا تقبل التراجع. نعم، هذا على افتراض أن الصين لديها مصداقية عالية وشفافية في الأرقام وفي التعامل مع الجائحة منذ البداية، يعني هناك من يشكك في ذلك، من أن بلدا يعني فيها أكثر من مليار وبضعة ملايين ومئات الملايين من المواطنين يسيطر على الوباء بهذه الطريقة ويعلن أنه لا يوجد إصابات أو وفيات بكورونا، يعني هل يعقل ذلك؟ هل كانت الصين فعلا شفافة ولديها مصداقية عالية من البداية؟ يعني هذه الامور لها قياس سياسي بين الدول ولها يعني جانب كبير جدا من السياسه والاستغلال في عمليه تمرير الاخبار بين دوله واخرى. الصين اليوم هي في الواجهه العالميه عندما يتم استغلال المواقف ضدها ومعها، ولكن فيما يتعلق بالشفافيه ما نملكه من معلومات هو ما تملكه منظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه يعني هي في قفص الاتهام دعنا نقول، الى جانب الصين التي تواجه هذه الازمه، تواجه الاستغلال الامريكي في وعلى راس ترامب في استغلال الازمه وفي عمليه توجيه الاتهامات، و خاصة أنه يعاني الآن من عملية فشل في إدارة الأزمة وما تسببته هذه الأزمة من إصابة أكثر من مليون ومليون ونصف تقريبا يقترب العدد، وأكثر ويقترب العدد في الوفيات إلى 100,000. بالتالي مسألة الشفافية هي مسألة لها في يعني خاضع لتفاصيل كثيرة ما بين الاتهامات وما بين الحسابات الدولية الأخرى. أشكرك سيد سامر رمضان الإعلام الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من بروكسل.